أخبار اليوم. بيسعدنا النهاردة نلتقي بملكة جمال العرب 2015 من ليبيا مروة الزاوي. أهلا بك يا مروة. أهلا بك حبيبتي، وتشرفت بيكم وتشرفت بأخبار اليوم من يتخذ مني اللقاء. طبعا تجربة ملكة الجمال، تقول لنا الخلاصة اللي انت طلعتي منها من التجربة دي، قد ايه فادتك كإعلامية وكإنسانة وفي مجال شغلك الحياة العملية؟ أنا تعلمت أن أنا كنت مع بنات من جميع الجنسيات، تعلمت الثقافة بتاعتهم، عرفنا يعني نحب بعضنا، وكل بنت فينا تدولت الثقافة بتاعت التانية. أنا بصفة عامة أنا كليبية كملكة جمال ليبيا ما كنتش نعرف ثقافة المغرب لثقافة الجزائر، رغم أن هي أقرب الدول لينا. تاني حاجة أنا أصلا كنت مبسوطة كتير أنا كنت في مصر، وتشرفت بأهلها الطيبين، وزي ما بيقولوا اللي يشرب من مية النيل لازم يرجع ليها، وأنا رجعت ليها مرة تانية. مروة، عايزين نتعرف منك أكتر، مين مروة الزاوي؟ أنا مروة الزاوي ملكة جمال العرب 2015، ممثلة وإعلامية بقناة ليبية. نكسر إن شاء الله مسلسل ليبي هيكون هنا في مصر بإذن الله، ونتمنى أنه يعجب كل العرب يعني بصفة عامة ومعجبيني. بس هو هذا. مروة، إلى أي مدى فادتك تجربتك الإعلامية؟ يعني كلا من الاثنين فادوا بعض، كتجربتك كعارضة أزياء وملكة جمال، وفي نفس الوقت كتجربتك إعلامية، كل من آخر فاد أي من المجالين؟ المجال اللي فادني أكتر هو المجال الإعلام، إن أنا حسيت إن أنا شخصية كنت معروفة في الإعلام من خلالها. أنا المسابقة أيضا هي كمان فادتني، وبعد ما انتهت المسابقة عرفت كيف نوصل لقلوب الناس، والحمد لله هذا من فضل ربي. وكمان أنا نعرف أني عندي معجبين هلبة ونشكرهم، ومن خلال أخبار اليوم نبي بس نقول حاجة، أنا ما عندي صفحات في الفيسبوك نهائي، صفحتي هي صفحة واحدة بس معروفة مروة الزاوي، بس باقي الصفحات لا يوجد عندي أي شيء، لا تويتر ولا أي شيء. بس مروة كإعلامية شايفة الوضع الحالي دلوقتي إزاي؟ رسالة الإعلام مش على مستوى المحلي، المستوى العالمي ومستوى الوطن العربي، خاصة بعد الثورات اللي احنا بنشهدها. بس في حاجة يعني بس نقول نحكيها لك، الإعلام ليه دور كبير يعني في نجاح أي ثورة، يعني زي مصر، زي ليبيا، زي تونس، العراق، سوريا، الإعلام ليه دور، هو اللي عم بينجح وهو عم بينزل. فأنا بس نحب نقول أي إعلامي إن هو يحب بس يوصل الصورة صح، ينقل الصورة الصح، ما ينقلش العكس، إن أنت بدل ما أنت تنقل العكس أنت هيك هتخرب مش هتبني. فإحنا حاليا نبنوا دولة، فأنت حاول إنك توصل حاجة الصح هذه. بس تعليقي على الأحداث الأخيرة اللي بنشهدها من عنف على مستوى الوطن العربي، المجازر، أحداث الإرهابية، القتل، الحاجات أنا ضد كل هذا الشيء، وخصوصا حقوق الإنسان الطفل، وخصوصا أنا في بلادي. أنا خلال الفترة الأخيرة عندنا حالة وفاة كتير أطفال، أصبحوا أن هم يقتلوا الأطفال بكمية لا توصف، فأنا ضد هذا الشيء. الطفل شن ذنبه؟ الطفل هو حلم أن هو يعرف يعني إيه وطن، ما يعرفش يعني إيه الأحداث اللي قاعدة تصير فيه، ما يعرفش حاجة اسمها الإخوان، ما يعرفش حاجة اسمها لأي كان، يعني هو يعرف أن اسمها يعني هو ليبي كمواطن ليبي بس، هذا اللي يعرفه. فأنا حزينة جدا 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 اللي قاعد يصير في بلادي، ومش راضية فيه بكل. وأنا نتمنى لكل مواطن ليبي أنه هو يصبي مع الجيش، مع الشرطة لبناء الدولة، وأن هو يقف معاهم ونوقفوا القتل ونوقفوا الدم هذا اللي يصير، أن هذا مش في صالحنا. إحنا كلهم قاعدين نفقدوا شخص، قاعدين نفقدوا مواطن، حرام يعني. أنا نقول حرام والله، أنا اللي آخر شيء أنا يعني عائلة أنا حكيت معاها يعني منهارين، صغارها كلهم ماتوا، فهذا شيء مؤسف جدا. وإن شاء الله بلادي ترجع كيف قبل، أمن وأمان، ونكون مستقرين، ونكون بنينا دولة صح، هذا نتمنى، وإن شاء الله تبني بولادها، هم ولادها هم اللي هيبنوها. أعلم طبعا عملك كسفيرة، شايفة إزاي عملك كسفيرة يكون ممثل لك أو صوت، أو ليه دور فعال في القضايا اللي ممكن بتكون بتهم بلدك، كتطرحي مشاكل إنسانية تقدرية على مستوى الوطن العربي؟ أنا الحمد لله كسفيرة نوايا الحسن 2015 تكرمت فيها كسفيرة. أنا حاليا بنحاول نساعد أهل بلادي للعمل الخير، كيف نرجع النازحين،
تاني لوطننا، ان هم محتاجين الوطن، المهاجرين حتى هم مفروض يرجعوا. ما نبيش اي مواطن ليبي ان هو يرجع منهم، حتى انا ان شاء الله هنرجع لبلادي، ان هي حتى محتاجه ليا كاي مواطن ليبي. انا كسفيره النوايا الحسنه، انا كرسالتي كانت هي السلام والامن والامان، وخصوصا بلادي، ان هي بس يمكن يكون امن وامان، هذا اللي نتمناه، والسلام لكل الدول العربيه. كممثله بقى عايزين نتكلم عن مشاريعك الفنيه اللي بتحضري ليها دلوقتي. ان شاء الله عندي مسلسل ليبي ان شاء الله ينتعرض قريبا، احنا لسه ما ممثلناش المسلسل، هيتمثل ان شاء الله في مصر هنا، وان شاء الله يعجب الجميع. طلع فيها دور حلو يعني هيعجبكم ان شاء الله. فكرة التعاون العربي بين فنانين المصريين والفنانين العرب فكرة مش جديدة، ما بتفكريش انك ممكن بعد كده يبقى في عمل عربي مشترك؟ هذا الشيء نتمنى ندير حاجة مع المصريين، هذه دولة شقيقة لنا، ونشكرهم انهم فتحوا لنا بابهم وفتحوا الباب لكل مواطن ليبي ورحبوا بينا في عز الأزمة اللي احنا فيها. فأنا نتمنى نخش كمسلسل أو كفيلم يكون جماعي بين مصر وبين ليبيا، فهذا شيء يشرفني. رسالة من ملكة الجمال العرب 2015 لكل فتاة وكل امرأة للحفاظ على جمالها، أو إنها تكتشف مواطن جمالها اللي ممكن ما تكونش عارفاه. نقول لك الحاجات اللي هي تحب تكتشفها فيها هي ثقافتها، دي أهم حاجة تركز على الثقافة بتاعتها. مش كل شيء الجمال مش الشيء الأساسي نهائي، الأخلاق هي أهم شيء. أي فتاة ملكة جمال كيف توصل رسالتها للعالم، كيف إن هي تروح تزور جمعيات، هي هذه الفتاة الصح اللي نقول عليها ملكة وتستحق إن هي تكون لقب. وأنا والحمد لله كنت من الفتيات اللي تم تكريمهم، كنت مبسوطة، وهنستمر إن شاء الله في نجاحي، ومستحيل ننكسر، إن أنا ضد الانكسار جدا. أنا بنت عندي أحلام وما زال حلمي ما تحققش لحد توا، وهنحققها إن شاء الله. مروه احنا بنشكرك وبنقولك منورة مصر بلدك التاني، اكيد انت مش حاسه معانا بغربه، بلدك اكيد مصر بلدي ونحبها، نحب نموت فيها مصر. مصر هي اصلا يعني دوله، يقولوا الدوله الثانيه ليا، والحمد لله انا شربت من نيلها ورجعت ليها، فهذا الشيء صح مش كذب، صح اللي يشرب منها يرجع ليها، الحمد لله رجعت بيها. والمصريين والله حبابين جدا 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 باخلاقهم بطيبتهم، ونقولهم مبروك على السيسي ان هم تم اختيار، مبروك ليهم، والعقبه لينا ان شاء الله لما يكون خليفه حفتر نتحدث القائد خليفه حفتر يكون حتى هو مثل السيسي، هذا اللي نتمناه. احنا بنشكرك يا مروه، كل السلام والامن لبلدك ان شاء الله. ان شاء الله، امين، تحياتي لك.